عبد الله تفضل معنا على الخط. الو السلام عليكم. السلام. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله يا شيخ. حياك الله. سنة الظهر يا شيخ قبل الأذان أو بعد الأذان؟ بعد دخول الوقت يا أخي، إذا دخل الوقت لو ما أذن فإنها تشرع الراتبة قبل الظهر، أما قبل دخول الوقت فلا تشرع، لكن إذا أراد أن يصلي نفلا مطلقا فلا بأس.